شالنبرغ يطالب بإصلاح مجلس الأمن في كلمته أمام الجمعية العامة. رومانيا تتفق على إعادة طالبي اللجوء الذين عبروا من خلالها. فيينا ترفض تشغيل طالبي اللجوء إجبارياً لأنه اضطهاد. تغييرات في رسوم ملصق الطرق السريعة للسيارات من العام المقبل. طوابير أمام متجر أبل في فيينا للحصول على آيفون 15 الجديد. وشركة ريفا تطرح سمك السلمون المصنع في المختبر. سلام من الله عليكم وأحييكم من النمسا ميديا لأنقل لكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. وإلى التفاصيل، جدد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ مطالبته بإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في خطاب له أمام الجمعية العامة أمس الخميس. ووصف شالنبرغ الوضع العالمي بأنه حالة حزن مع التحولات والتصدعات في الأنظمة الدولية، مطالبا بإصلاحات في مجلس الأمن وتمثيل أوسع للبلدان، وأعلن عن ترشيح النمسا لعضوية غير دائمة في المجلس في 2026. وشدد شالنبرغ على ضرورة التعاون الدولي وتجنب التوجهات الشعبوية، معبرا عن تفاؤله بالخروج من هذا الوضع بقوة ومرونة. اتفقت رومانيا مع النمسا على تسهيل وتسريع إعادة طالبي اللجوء إليها، وذلك من خلال اتفاقية ثنائية جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وخفض العبء على النمسا. وجدد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنا دعمه للتعاون مع رومانيا، لكنه أكد رفضه انضمام رومانيا إلى منطقة الشنغن. وتلزم الاتفاقية رومانيا بإعادة اللاجئين الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي لأول مرة عبر أراضيها، وتزعم النمسا أن رومانيا لا تتعاون في هذا السياق، بينما ترى رومانيا الانتقادات بأنها غير عادلة، لأن النمسا تتلقى عددا من اللاجئين أقل مقارنة بدول أوروبية أخرى. أعلنت مدينة فيينا رفضها لفكرة فرض العمل الإجباري على طالبي اللجوء بناء على متطلبات الولايات النمساوية ووزارة الداخلية. وأوضح بيتر هاكا عضو مجلس مدينة فيينا أن هذا الإجراء غير قانوني، وطلب من وزير الداخلية كارنا دراسة الفكرة التي لقيت معارضة من فيينا. وتأتي هذه الخطوة بناء على طلب حاكم ولاية النمسا العليا، ولكن فيينا تلتزم باتفاقيات حقوق الإنسان حسب هاكا، وقال أنه ليس من الضروري فرض واجب عمل، والأفضل هو توظيف اللاجئين في المهن التي تعلموها في بلادهم الأصلية. أعلنت الحكومة النمساوية عن تغييرات في رسوم الطرق السريعة للمركبات من العام المقبل مع طرح مدد جديدة. وسيتم تصنيف الملصق الجديد بناء على الفترات مع إضافة تكاليف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إليها. والجديد هو طرح الملصق ليوم واحد بسعر 8 يورو و60 سنتا، وسيزيد سعر ملصق 10 أيام إلى 11 يورو و50 سنتا. وتعتزم النمسا تعديل رسوم الطرق حسب معدل التضخم ابتداء من عام 2025، مما يعني زيادة أخرى في الأسعار في الأعوام التالية. شهد متجر أبل وسط فيينا الجمعة تجمعاً كبيراً من محبي منتجات الشركة الذين اصطفوا لشراء جهاز آيفون 15 الجديد. وقام العشرات بحجز موقع لهم من مساء الخميس مجهزين بمقاعد تخييم، حيث يريد البعض منهم شراء ما يصل إلى 20 هاتفا في مرة واحدة، وتبدأ الأسعار من 949 يورو وصولا إلى 1949 يورو للإصدار الأقوى منها. وكان العملاء ينتظرون الدخول إلى المتجر
لمدة تصل إلى أكثر من 3 ساعات وسط تنظيم من أمن المتجر للدخول. طرحت بعض المتاجر في النمسا سمك السلمون النباتي الأول من نوعه المطبوع بتقنية الأبعاد الثلاثية. وتقدم شركة ريفي الناشئة هذا الإنجاز، ويحتوي سمك السلمون النباتي على نسبة عالية من البروتين والفيتامينات مع الأحماض الدهنية أوميغا 3. وقالت شركة ريفا إن الطباعة ثلاثية الأبعاد الخاصة بها تستخدم ما بين 77 إلى 86% أقل من ثاني أكسيد الكربون و 95% أقل من المياه العذبة مقارنة بجميع الخطوات التقليدية اللازمة لصيد سمك السلمون من السفينة إلى الشاطئ وصولا إلى الرف. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفوجراد على هواتفكم. كنت معكم أنا أسامة زهير، ونهاية أسبوع سعيدة. أترككم في حفظ الله وإلى اللقاء.